وفي هذا السياق حققت المملكة العربية السعودية إنجازات متقدمة في تمكين المرأة ودعم مكانتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وفي كافة المجالات وخصوصا في سوق العمل. واستحقت المملكة المرتبة الثانية على المستوى العربي في جانب الإصلاحات القانونية المتعلقة بالمرأة، إذ أن نسبة تمثيل المرأة تبلغ حوالي 20% من أصحاب المشاريع الريادية بالمملكة. من خلال برنامج التحول الوطني تسعى الوزارة إلى وصول لنسبة 24% في مؤشر حصة المرأة في سوق العمل بحلول نهاية عام 2020، ولله الحمد تجاوزنا هذا المستهدف، فأصبحت المرأة اليوم تشكل 27.5% من سوق العمل. كما أطلقت الوزارة برنامج التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، وتستهدف تأهيل 1700 امرأة سعودية عاملة في نهاية عام 2021.